من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأن الله ليس بظلام للعبيد. نتكلم في هذه الليلة حول صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي العدل. وقبل الخوض في هذه الصفة نقدم مقدمة، وهي حول الحسن والقبح. هناك بعض الفرق الإسلامية تزعم أنه لا حسن واقعا ولا قبيح واقعا إلا ما قبحه الشارع أو حسنه. يقولون الحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. فيقولون أن الظلم قبيح، ولكن قبحه لأن الله قال أن الظلم قبيح. فلو كان الله عز وجل يقول أن الظلم حسن كان يصير حسن. أن العدل يقولون حسن لأن الله قال حسن، فلو كان الله عز وجل يقول إن العدل قبيح لكان العدل قبيحا. هذا رأي بعض الفرق الإسلامية، يقولون إن الحسن ما حسنه الشارع وإن القبيح ما قبحه الشارع، وهم الأشاعرة. ولكن الصحيح ليس هذا الأمر. الصحيح أن هناك حقائق، والله عز وجل أقر تلك الحقائق، سواء كان الله عز وجل يقول العدل حسن أو ليس بحسن. العدل حسن، الظلم قبيح، سواء الله عز وجل كان يقول إن الظلم قبيح أو لم يقل. هناك حقائق، هذه الحقائق غير متوقفة على الشرع حتى قبل أن يخلق الله عز وجل مخلوقا، حتى قبل أن يشرع الله عز وجل أي شريعة. هذه الحقائق كانت ثابتة، وهذه الحقائق يعبر عنها بالحقائق العقلية، أو بتعبير آخر الأصوليون يعبرون عنها بالمستقلات العقلية. هذه المستقلات العقلية يعني العقل يحكم بها قطع النظر عن الشرع. ولذا حتى غير المتشرعين، حتى الكفار، حتى الملحدين، حتى الذين ينكرون وجود الله عز وجل، هؤلاء أيضا يقرون بحسن بعض الأشياء في ذاتها وقبح بعض الأشياء في ذاتها. مثلا الشيوعيون يقولون إن الأخلاق
هذه صنيعة الرأسماليين، يقولون احنا فتشي بعنوان اخلاق ما عندنا، وانما بعض الناس لكي يستعبدوا البعض الاخر صنعوا شيئا باسم الاخلاق، كما انهم يقولون الدين افيون الشعوب، يعني بعض الناس لكي يسيطروا على البعض الاخر خلقوا دينا، صنعوا دينا. بالنسبة للأخلاق أيضا يقولون هكذا، أنه فتشي بس الأخلاق ما عدنا، وإنما هذا بعض الناس حتى يسيطرون على البعض الآخر ابتدعوا أمرا وأمورا سموها الأخلاق. زين، إحنا نأتي إلى هذا الشيوعي نسأله إن العامل في جهاز الحكومة إذا خان واحد في الاتحاد السوفيتي وزير أو يشتغل في سلك من الأسلاك، إذا خان ارتبط فرضه بالعدو، ارتبط بأمريكا وسرب معلومات، هل عمله هذا جيد؟ يقول لا، عمله قبيح. نسأله أنت تقول إن الأخلاق هذا شيء صنيعة الرأسماليين، فكيف حكمت بأن هذا الخائن عمله قبيح ويستحق الإعدام؟ إذا واحد كان يخون وطنه مثلا يسرب التقريرات إلى الغرب كان يعدم. إذا الأخلاق شيء قبيح، الأخلاق شيء ما له واقعية، لماذا تعتبر الخائن عمله قبيحا؟ هذا معناه أنه صحيح هو يقول بلسانه الأخلاق ما عندنا شيء باسم الأخلاق، لكن في عمق ذاته يقر بأن الخيانة أمر قبيح، بأن الوطنية حسب تعبيرهم أو الالتزام بالمبادئ أمر حسن. فمن اختلاف الأديان حتى الملحدين حتى الكفار في بيئات مختلفة حينما نذهب نرى أنهم بعض الأشياء يحسنوها، كل البشر يحسنوها. هذا معناه أن حسن تلك الأشياء لم يكن متوقفا على الشرع، لأنه إذا كان متوقف على الشرع غير المتشرعين لازم لا يعتبروا حسن أو لا يعتبروا قبيح. الآن العبادة أو الصلاة هذا متوقف على الشرع، الصلاة متوقف على الشرع، لهذا الشخص الذي لا يعتقد بالشرع لا يصلي ولا يعتبره أمرا حسنا لأنه صار متوقف على الشرع. إذا حسن الأشياء أو كل الأشياء وقبح الأشياء أو كل الأشياء كان متوقفا على الشرع، كان لازم أن كثير من الناس غير المتشرعين لا يعتبرون تلك الأمور حسنة أو قبيحة، مع أننا نرى أنهم يحكمون بحسنها وقبحها. هذا الدليل على أنه الحسن بعض الأشياء وقبحها قبل أن يكون شرعي عقلي، يعني العقل يحكم بذلك. حتى قبل العقل تلك الأمور كانت حسنة، يعني العادل قبل أن يخلق الله أي شيء حسن، الظلم قبل أن يخلق الله عز وجل أي شيء قبيح، وهكذا بعض الحقائق الأخرى اللي ذكرنا يعبرون عنها بالمستقلات العقلية. نأتي إلى بحثنا وهو بحث العدل بالنسبة إلى الله عز وجل، هل الله عادل أو ليس بعادل؟ بعض الفرق الإسلامية تقول العدل ليس بلازم على الله عز وجل، الأشاعرة يقولون بأن العدل ليس بلازم على الله، يعني الله عز وجل إذا يشيل فرعون ويضعه في أعلى درجات الجنة، وإذا يشيل الأنبياء ويضعهم في أسفل دركات الجحيم كان حسن، هذا العمل حسن. إذا واحد فعل القبائح الله عز وجل جازاه بأحسن الجزاء، واحد فعل الحسنات والله عز وجل جازاه أسوأ الجزاء، يقولون هذا صحيح. ليش؟ لأن الحسن والقبح عندهم مو مرتبط بالعقل ومو هي حقائق ثابتة، وإنما العادل مربوط بأنه الشارع إذا قال حسن يصير حسن، إذا الشارع قال قبيح يصير قبيح، لأنهم لا يعتقدون بالحسن والقبح الواقعي
يقولون بأن الله عز وجل إذا لم يكن عادلا هذا لا مانع فيه إطلاقا. زين، احنا عندنا سؤال من هؤلاء. قطع النظر عن المطلب الأول اللي ثبتنا أن هناك حقائق في الكون، الحسن والقبح في كثير من الأشياء حقائق كونية قبل الشرع، هذه الحقائق موجودة. عندنا سؤال من عندهم، تقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، والله عز وجل يمكن أن يظلم إذا أراد. نقول فما المانع من ظلم الله عز وجل؟ يقولون المانع من ظلم الله عز وجل أنه وعدنا، الله هو وعدنا بأن الإنسان إذا عمل صالحا عمل صالحا أدخله الجنة، وإذا عمل قبيحا أدخله النار، لأن الله وعد فيفي بوعده. احنا نسألهم سؤالهم، لماذا يجب الوفاء بالوعد على الله عز وجل؟ تقولون بأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، الوفاء بالوعد أو الوفاء بالوعد لماذا واجب على الله عز وجل؟ الله يعدنا الجنة بعدين يودينا بالنار، ما دام لم تكن هناك حقائق ثابتة فما المانع من أن لا يفي الله عز وجل بوعده؟ وعدنا الجنة يودينا بالنار، وعد الكفار النار يوديهم بالجنة. زين، ما المانع من أن يخالف الله عز وجل وعده؟ طبعا بين قوسين هنا نذكر عندنا وعد ووعيد، والفرق بينهما الوعد وعد بالجنة، والوعيد وعيد بالنار. الوفاء بالوعد واجب، أما الوفاء بالوعيد ليس بواجب. يعني الله عز وجل يقول من صلى وعطيه الثواب الكذائي، يجب عليه أن يفي بوعده. أما إذا كان وعيد، يعني قال للشخص إذا فعلت المعصية الفلانية أدخلك النار، لا يجب أن يفي بوعيده، بل يمكنه أن يغفر. لهذا نحن نرى أن الحاكم مثلا أصدر قانون، أي واحد فعل العمل الفلاني الحسن أجازيه بمئة، إذا ما جازى يعتبر قبيح عملا. أما إذا قال أي واحد خالف هذا القانون نسجنه سنة، وزيد من الناس خالف القانون، الحاكم يقول عفوت عنك ما بيشكال. على كل حال نقول إذا لم يكن هناك حقائق في الكون في الحسن والقبح، ما المانع في أن لا يفي الله بوعده؟ ما المانع في أن يخالف وعده؟ لا مانع، يقول نوديكم الجنة بعدين نوديكم النار، فلا ضمان لكم في العدل بهذه الصورة. تقولون أن الحسن ما حسنه الشارع، زين الشارع حسن أمرا لكن يكذب والعياذ بالله، بناء على كلامكم لا مانع من كذبي إذا أراد، لأن الكذب ولو قبيح لكن إذا الشارع قال حسن يصير حسن. فهذا الأمر الثاني. فأولا هناك أثبتنا أن حقائق في الحسن والقبح، لهذا كل الأديان كل المذاهب كل الطوائف تقر، حتى الملحدين بحسن بعض الأشياء وتقر بقبح بعض الأشياء. وثانيا قطع النظر عن هذا، تقولون أن الحسن ما حسنه الشارع والشارع حسن العدل، نقول بأي دليل حسن العدل؟ لعله يكذب علينا بناء على كلامكم والعياذ بالله، لعله يكذب علينا، هو لم يحسنه، هو قبحه لكن بالكذب يقول لنا أني قد حسنته. فهذه ملاحظة. زين، لماذا العقل يحكم علينا بأن الله عادل قبل الشرع؟ العقل يحكم علينا بأن الله عادل قبل ما نفتح القرآن ونرى في القرآن أن الله عز وجل قائل وأن الله ليس بظلام للعبيد. قبل هذا العقل يحكم بأن الله عادل، حتى الطفل الصغير اللي يعرف الله عز وجل إذا تبين له الظلم يشوف أن الله عز وجل لا يفعل هذا الفعل، بفطرته يحكم بعدالة الله عز وجل. إحنا البارحة ذكرنا أن العقل لا يكتشف كثير من الحقائق بالنسبة إلى وجود الله عز وجل، لكنه في نفس الوقت بعض الحقائق يكتشفها، ومن الحقائق التي العقل يكتشفها مسألة عدل الله عز وجل. لماذا؟
لأنه سبب الظلم أحد أمرين، والله عز وجل منزه عن هذين الأمرين. نجي للإنسان، لماذا الإنسان يظلم؟ أشوف حاكم ظالم أو شخص ظالم، لماذا يظلم؟ الظلم له أحد سببين، إما العجز، الإنسان العاجز يريد أن يصل إلى شيء لا يتمكن من الوصول إلى ذلك الشيء إلا بالظلم فلذا يظلم. أنا أحتاج إلى مبلغ من المال، هذا المال لا أتمكن من الوصول إليه، عاجز عن الوصول إليه من الطرق المحللة، أروح أظلم الناس، أسرق من الناس مثلا أو بأي طريقة غير مشروعة، أأخذ هذا المال لكي أصل إلى الشيء الذي عجزت من الوصول إليه. فالسبب الأول للظلم العجز، الإنسان العاجز يريد أن يصل إلى الشيء الذي عجز عنه يصل إليه عن طريق الظلم، هذا السبب الأول للظلم. السبب الثاني للظلم الخبث، يمكن واحد مو محتاج وليس بعاجز لكن خبيث يحب يأذي الناس، وتشوف واحد يأذي الناس، لماذا آذيت زيدا؟ زين مو أنت عاجز أو أنا مو عاجز، لكن الإنسان إذا كان خبيث خبثه يسوقه إلى الظلم. زيد يحسد عمرا، عمر الله عز وجل منعم عليه نعمة، فزيد يحسده. زين هذا يحسده لأنه يحسده، هذه الخباثة اللي موجودة فيه تسبب أن يظلمه يأذيه. فالسبب الثاني للظلم هو الخبث، فالسبب الأول للظلم هو العجز، السبب الثاني للظلم هو الخبث. يقولون واحد من الرؤساء المقبورين هذا الشخص أحمد حسن البكر، كان رئيس الجمهورية في العراق ومات قبل 20 سنة وقتل قبل 20 عاما. هذا الشخص كان جندي، في جنديته اختلف ويا واحد من أقرانه، فذاك الشخص الثاني صفعه، ضرب رايح حسب تعبيرنا. زين مرت القضايا بعد 30 سنة، هذا أحمد حسن البكر صار رئيس الجمهورية. أول فعل سواه أرسل على ذات صاحبه اللي كان صاحب الصفعة وأمر بإعدامه، أول قرار صدر في وقت رئاسة جمهوريته. الله عز وجل يقول وإذا بطشتم جبارين. على كل حال هذا خبيث، فخبثه مو هو عاجز، هو قادر لكن لأنه خبيث يظهر خبثه بظلمه. زين إذا كان هذا سبب الظلم بالنسبة للناس أو بالنسبة إلى أي ظلم سببه أحد هذين الأمرين، طبعا بعض الأحيان سبب الظلم الجهل، اللي هو الجهل راجع إلى العجز، يعني الإنسان يظلم الناس لأنه جاهل. أفرض أني أتصور أن هذا المال مالي وهو في الحقيقة مو مالي، مال زيد، فأظلم زيدا في هذا المال لجهلي بأنه مال زيد، هذا أيضا داخل في العجز. الجهل أيضا قسم من أقسام العجز. زين نجي إلى الله عز وجل، الله عاجز؟ لا. فالسبب الأول من أسباب الظلم موجود، ثانيا الله خبيث والعياذ بالله، وليس بخبيث لأن الله عز وجل واجد بالصفات الحسنى الأسماء الحسنى، وكل قبيح بعيد عن الله عز وجل، فالله عز وجل الوجود المتكامل من كل الجهات، فلا هو عاجز على كل شيء قدير، ولا هو في ذاته نقص والعياذ بالله نقول إنه خبيث حتى يظلم. فلا السبب الأول للظلم موجود ولا السبب الثاني للظلم موجود، الله عز وجل يتمكن من الظلم إلى قدرة من أن يظلم لكنه لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لأنه موجود قادر متكامل من كل الجهات،
فسبب الظلم غير موجود فيه إطلاقا. فالعقل يحكم بأن الله عز وجل عادل قطع النظر عن هذا. الإنسان إذا لاحظ خلق الله عز وجل يكتشف عدالة الله عز وجل أو عدل الله عن طريق خلقه. كل شيء بميزان، لأن العدل شنو هو؟ العدل في اللغة الاستواء، عدم الإعوجاج. إذا الشيء كان مستويا ما بيعوجاج لون عدل. إذا الشارع كان مستوي ما بيعوجاج نقول هذا الشارع عدل، وأي شيء آخر هذا هو العدل. زين، الله عز وجل إذا لاحظت خلقه، الخلق خلق الله عز وجل يكشف لك العدل فيه، لأن خلق الله مستوي. خلق الله عز وجل ما في زيادة ولا نقص، كل شيء بموقعه. وإذا صار ظلم وإذا صار قبيح وإذا صار سيئة فهذا بسبب الإنسان، كما دلت عليه الآيات أيضا، أنه الأمور الخيرة اللي تصيب الإنسان من الله عز وجل، أما الأمور القبيحة اللي تصيب الإنسان سبب الإنسان أو سبب المجتمع. يعني بعض الأحيان هو الإنسان مو سبب، لكن المجتمع يكون سبب. وإذا الفتنة نزلت تعمل الأخضر واليابس. ومن عدل الله عز وجل أنه لا يعاقب إلا الشخص المختار. الله عز وجل لا يعاقب إلا على الاختيار. يعني إذا الإنسان باختياره عمل عملا قبيحا وهو عالم بأنه قبيح، الله عز وجل يعاقبه. أما الشخص المجبور فإن الله عز وجل لا يعاقبه. لماذا؟ لأن المجبور عقابه ظلم، والله عز وجل كما ذكرنا ليس بظالم. إذا واحد مجبور، نفرض أن إنسانا سقط من الطابق العاشر، ففي سقوطه سقط على إنسان ثاني، ذاك الإنسان الثاني مات، هل يعاقب هذا الساقط أنه لماذا قتلت هذا الشخص؟ لا يعاقب. لماذا لا يعاقب؟ لأنه الطرف الثاني الذي مات ما كان باختيار الطرف الأول، فلذا لأنه لم يكن باختياره فإنه لا يعاقب. من عدل الله أنه لا يعاقب إلا المختار. هنا نقطة مهمة، وهي أنه هناك بعض الفرق الإسلامية تزعم أن الإنسان مجبور في أفعاله. كل إنسان مجبور في أفعاله، يعني هذا اللي يصلي الله جابر على الصلاة، هذا اللي يروح يشرب الخمر الله جابر على شرب الخمر. وعدهم أدلة، سنذكر بعض الأدلة ونناقش تلك الأدلة. بس قبل هذا الأمر نذكر الجذر التاريخي للقول بالجبر. هناك فرق كبيرة من المسلمين يعتقدون بالجبر، كل إنسان مجبور في أفعاله. فالإنسان المؤمن مجبور في إيمانه، والإنسان الكافر مجبور في كفره. المنشأ التاريخي لهذه العقيدة هم بنو أمية رحمة الله تعالى عليهم. بنو أمية وبالذات معاوية هو السبب لإدخال هذه الفكرة في المسلمين. لماذا؟ لأنه هو كان يفعل القبائح، كان يشرب الخمر، زين، وكان عنده قبائح كثيرة، حتى أن أبا ذر رضوان الله تعالى عليه حينما بعث إلى الشام رأى قطارا من الجمال وعليها محمول الخمر، فماذا فعل؟ فبالسكين أو بالخنجر قام يجي يخرم هذه القرد المحمولة بالخمر إلى أن سكبها كلها. قال له هذه مال الأمير، هذه مال معاوية، هذا مال كذا. فقال إن الله عز وجل حرم الخمرة، وإذا حرم الخمرة فإذا معاوية يقول أنه يشرب لو ما يشرب، بعد إحنا لازم ننهى عن المنكر، والنهي عن المنكر واجب بالقلب واللسان واليد. بالقلب أنا أنكر شرب الخمر، باللسان أيضا أنهى، بس إذا ما فات باليد الآن بالخنجر هذه القرد أمزقها لكي يراق هذا الخمر.
زين يفعل القبائح حتى أحد لا يعترض عليه. ماذا تفعل هذه القبائح؟ أجل طرح فكرة الجابر، الله جابرني، إذا أنا أفعل قبيح فالمشكلة مو مشكلتي، مشكلة الله عز وجل، وإذا فلان يصلي فالله عز وجل جابر على الصلاة. هذا أولا. والسبب الآخر غير تبرير أفعاله، حتى الناس لا يثورون ضد حكمهم، لأن الناس ليش يثورون ضد الحاكم إذا كان الحاكم ظالم جائر؟ الناس يثورون ضده، فإذا الحاكم قال إن جوري وظلمي هذا بجبر من الله عز وجل مو كافي، فلماذا يثورون عليه؟ يثورون على الله يعني. فلهذين السببين، أولا تبرير أفعالهم، ثانيا جعل الناس نيام لا يتحركون ضد الحكومة الجائرة، طرحوا فكرة الجبر. وهناك أكو عاد السلاطين، أكو مجموعة من الناس يأخذون أموال ويبررون أفعال الظلمة. يقولون واحد من الأشخاص دخل على أحد خلفاء بني العباس ورآه يلعب بالحمام، فأجى قال للحاكم للخليفة سمعت فلان عن فلان عن فلان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا سبق إلا بخف أو حافر أو جناح. الخوف يعني البعير، قدم البعير يسمى خفا، أو حافر، الحافر يعني الفرس، الحافر يعني الفرس لأنه قدم الفرس يسمى حافرا. زين، لا سبق مسابقة يعني إلا بخف أو حافر أو جناح، جناح يعني الطير. فالخليفة فرح وأمر بصلته، أمر بصلته، أعطوه مال. فحينما ذهب هذا الشخص الخليفة قال لأصحابه أشهد أن قفاه قفا كذاب، يعني هذا ظهره ظهر رجل كذاب. ليش؟ لأن الحديث ما بي أو جناح، الحديث الوارد عن الرسول لا سبق إلا بخف أو حافر، خلص هكو أو جناح. بس هذا شافني أنا دا ألعب بالحمام، أراد أن يفرحني وأراد أن يأخذ جائزة فأضاف أو جناح، وأنا هم فرحت ما يخالف ما دام بصالحنا هذا الكذب فليكون كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى كل حال، فهذا هو الجذر التاريخي لطرح مسألة الجابر. زين، طرحوا هاي الفكرة، أجوا يحشدونها أدلة من الكتاب من السنة، على كل حال من أقوال الرسول كذب صدق، تأويل باطل الآيات القرآنية. من جملة الآيات اللي يستدلون فيها على الجابر هذه الآية، إنك، الله عز وجل يخاطب الرسول صلى الله عليه وآله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في آية أخرى وأضله الله على علم، فالإضلال يكون من الله عز وجل كما أن الهداية تكون من الله عز وجل. فهذه آية في القرآن تدل على أنه الضال ضال بإرادة الله، والمهتدي مهتدي بإرادة الله. طبعا آيات كثيرة ذاكريها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا أنا شئت الصلاة فهي بمشيئة الله، وإذا والعياذ بالله شئت الخمر فهي بمشيئة الله عز وجل. في حين أن معنى هذه الآيات واضح، آيات أخرى تفسر هذه الآيات. والقرآن هذا بحث آخر في مرة سابقة احنا بحثناه، وهو مذكور أيضا في الروايات، حتى في القرآن هم مذكور. القرآن يجب أن يؤخذ كله كمجموع، إذا نجزئ القرآن هذه التجزئة قد تسبب ضلالنا. يأخذ قسم من الآية ويترك القسم الآخر، أو يأخذ آية ويترك آية أخرى، مثل ما يزيد يقول ما قال ربك ويل للذي شرب بل قال ربك ويل للمصلين، الله قال ويل للمصلين فالصلاة عمل قبيح مثلا، زين ما يقرأ بقية الآية. وإذا شفنا آية لازم نشوف الآيات الأخرى أيضا. هذه الآيات معناها واضح، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، معناه أن الله عز وجل شاء
قوانين في الكون. هذه القوانين في الكون إذا الله ما كان يشيئها، ما كان يشاءها، ما كنا نتمكن من الحركة. يعني الله عز وجل شاء أن العنب إذا وضع بكيفية خاصة هذا يتحول إلى خمر، هذا قانون كوني أن العنب بكيفية خاصة يتحول إلى خمر. زين، إذا الله عز وجل ما كان يشيء، ما كان يشاء خلق الخمر، ما كان يشاء تحويل العنب إلى خمر، الإنسان كان يقدر يشرب الخمر؟ لا. إذا الله عز وجل ما كان يشاء أن الطلقة أو السيف يقتل الإنسان، هل السيف كان يقتل الإنسان؟ لا. الله عز وجل خلق قانون في الكون، وهو أن اللحم إذا شيء حار أصابه ينشق هذا اللحم، ينخرم هذا اللحم. إذا هذا اللحم حتى إذا كان مثلا من الإمام أو من المعصوم، إذا السيف هذا السيف يقطع هذا اللحم، هذا قانون شاءه الله عز وجل. فالإنسان يأتي إذا عمل طبق هذا القانون، العمل حسن كان أو قبيح كان، عمل ينفذ. ليش؟ وما تشاءون إلا أن يشاء. مو معناه أنه إذا أنا والعياذ بالله شربت الخمر الله شاء شربي للخمر، وإذا أنا صليت يعني الله بالإجبار أجبرني على الصلاة، ليس معنى الآية هذا. معنى ذلك أن الله عز وجل شاء مجموعة قوانين في الكون، هذه القوانين أنا إذا صرت فيها أصل إلى النتيجة، سواء نتيجة صحيحة أو نتيجة باطلة. وكذلك تلك الآية الأخرى التي تقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، الله مبين أنه المشيئة متى تقوم. الله عز وجل يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فمعنى ذلك إذا الإنسان صار ظالم الله ما يهدي. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، فإذا الإنسان صار مسرف وصار كذاب الله لا يهدي، فسبب الهداية من الإنسان. إذا الإنسان هيئ السبب الله يهيئ له النتيجة، إذا الإنسان لم يهيئ السبب النتيجة هم لا تتهيئ. فإذا الإنسان هيئ أسباب الهداية الله عز وجل يشاء هدايته، وإذا الإنسان لم يهيئ أسباب الهداية الله عز وجل لا يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا معنى أن هذا الإنسان لأنه ظالم، لأنه مسرف، لأنه يعمل المعاصي الله ما يهديه. أما ذاك الإنسان الآخر لأنه هو أراد أن يصير خوش عادني حسب تعبيرنا، الله عز وجل أيضا يهديه. مثل ما نحن نقول أن هذه النار، هذه النار أحرقت. زين، لما نقول هذه النار أحرقت شنو معنى؟ معنى أن الله عز وجل جعل في هذه النار قوة الإحراق، فإذا واحد جاب هذا النار وضعها في مكان غير مناسب تحرق الدار. زين، يجوز يصح أن نقول أن الله شاء حرق هذه الدار. بأي معنى؟ بمعنى أن الله عز وجل جعل في النار قوة الإحراق، وجعل في الخشب مثلا والأمور الأخرى مثل السجاد قابلية الاحتراق، فإذا اجتمع النار مع الأشياء اللي هي قابلة للاحتراق تحترق. ولهذا نقول إن الله شاء أن تحترق هذه الدار، مو أنه أجبر على إحراق هذه الدار، وإنما جعل قوانين في الكون وشاء تلك القوانين، ثم قال لي إذا أنت هيئت هذه القوانين النتيجة تحصل. إذا جبت النار ووضعت النار عند الحطب النتيجة تحصل، فحريق الدار بمشيئة الله بس بدون إجبار، كان القانون كان من الله عز وجل. هذا الشخص اللي الله هدى هو كان سبب الهداية، يعني هيئ أسباب الهداية، فالنتيجة الله عز وجل جعلها. فالله عادل، ومن عدله أن لا يعاقب على شيء مجبور عليه الإنسان، بل يعاقب على شيء أو على قبيح فعله الإنسان باختياره، وأن الله ليس بظلام للعبيد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله. بين السطور
لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الحياة.